المشهد الأغرب فوق جبال أراكات. سبق وأن صورت لكم فوق جبال أراكات، وقفنا السيارة على منحدر، خلينا المحرك الجير احنا نسميه على البوش او على الناتشرال، على الفاضي. المفروض السيارة تتسرسح تنزل للأسفل، لكن الظاهرة هنا السيارة ترتفع للأعلى، والشباب شافوها اللي درافقهم. هسه عدا السيارة، الآن أنا في تلك المنطقة. أبو نواف، أبو جابر، أيوة. لو تفرون كاميراتكم تشوفون أمامنا مرتفع دا يبين، أكيد مع الماي يبين. الآن المشهد ما عندنا سيارة، عندنا ثلوج غائبة، تشكلت أنهار وقتية، النهر يجري يرتفع للأعلى. صور المشهد مال النهر. هذا النهر من هناك من المرتفع نزل، أمامنا مرتفع آخر بيرتفع على الشارع ويستمر بالارتفاع إلى أن يروح يصب بالوادي. هذه الظاهرة اللي حبيت أشوف لكم إياها، دائما كنا نعرض عليكم نحرك السيارة باتجاه الأعلى، لكن اليوم النهر دا يجري بالاتجاه الآخر، من الأسفل يرتفع إلى الأعلى. تقبلوا تحيات صديقكم هايك دانيال آرارات للسياحة، تواصلوا معي على الرقم المعروض أسفل الفيديو.